المبحث الذي بعده الأليفات السبعة. عندنا أيها الإخوة برواية حفص عن عاصم سبع أليفات في المصحف الشريف. لما نصل الكلمة التي فيها هذه الأليفات نحذف الألف، نحذف الألف، ولما نقف على هذه الأليفات نثبت الألف. إذن الأليفات السبعة أليفات تثبت إمتى؟ وقفا، وتحذف وصلا. تمام؟ ما هي هذه الأليفات السبعة؟ عد على أصابعك. أنا في كل القرآن، قول ورائي. أنا في كل القرآن. لكن في سورة الكهف، لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي. عرفت ليش لكن تعامل معاملة أنا؟ لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي. في كلمات إخواني بلغة العرب من كثر ما تأتي وراء بعض، يعني العرب شو عملوا فيها؟ يعني عملوها كالكلمة الواحدة. تبهنا؟ لكن أنا، لكن أنا، شو صار يقولوا؟ لكن نعم ما، نعم ما، نعم ما، شو صار يقولوا؟ نعم ما. انتبهنا؟ أي شيء، أي شيء، أي شيء، شو صار يقولوا؟ أيش. بعدين شو صار يقولوا؟ إيش. فإيش شو أصلها؟ أيش. وأيش شو أصلها؟ أي شيء. ويل أمه، ويل أمه، شو أصلها؟ ويل أمه. انتبهنا كيف؟ ففي كلمات من كثر ما تأتي وراء بعضها العرب عملوها كالكلمة الواحدة. من جملتها كلمة لكن، فلكن شو أصلها؟ لكن أنا. كم كلمة صاروا؟ أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، لأن أصلها لكن أنا. الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في الأحزاب، قولوا. الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في الأحزاب. من عيد. تمام؟ كم صاروا؟ خمسة. سلاسل في سورة، في سورة الإنسان، سلاسل في سورة الإنسان، وقوارير الأولى في سورة الإنسان، قوارير الأولى في سورة الإنسان. هذه الأليفات السبعة نقف بإثباتها ونصل بحذفها. يعني منقول مثلا، مثلا أنا خير منه، شايفين؟ أنا خير، يعني بدون إيه؟ بدون ألف. لكن لو وقفنا أنا، طيب، لكن هو الله، لكن وتظنون بالله الظنون هنالك، وتظنون بالله الظنون هنالك. تمام؟ وأطعنا الرسول وقالوا، وأطعنا الرسول فأضلونا السبيل ربنا، فأضلونا السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل كانت قوارير، قوارير من فضة، كانت قوارير، كانت قوارير،
هذه هي الألفات السبع، علامتها وضع فوق الألف الصفر المستطيل. يعني مثل الزيرو، كيف الزيرو بالإنجليزي؟ مثله، نضعه مصغر فين؟ فوق الألف. علامة أن هذه الألف تثبت وقفا وتحذف وصلا. زادت سلاسل على أخواتها بوجه، وهو جواز حذف ألفها وقفا. جواز حذف ألفها وقفا، يعني بمعنى لا في الوصل فيها ألف ولا بالوقف فيها ألف. هذا معناته شو بنضع على الألف؟ بنضع سكون مدور. السكون المدور علامة زيادة الحرف وصلا ووقفا، مثل ألف قالوا، الألف ألف التفريق التي في فعل قالوا، شو بنضع فوقها؟ صفر مدور. أولئك، الواو في أولئك، شو بنضع على الواو؟ صفر مدور. على أن هذه الواو لا تنطق أبدا، يعني ما حدا بيقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك، ما حدا يفعل ذلك. واضح إخواني؟ نعم. فسلاسل باعتبار فيها وجه زائد، وهو جواز حذف ألفها وقفا. هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، هذا الوجه الزائد. فالكلمة ما بصير تضبط ضبطين في آن واحد، انتبهنا كيف؟ يا كده يا كده. فعلماؤنا الذين ضبطوا المصحف اختاروا أن يضعوا على سلاسل السكون المدور، يعني أن الألف هذه ساقطة وسطا ووقفا، وأشاروا للوجه الثاني وين؟ في آخر المصحف، انتبهنا؟ كما فعلوا في ضعف، يضعون ضعف مفتوحة ويشيرون إلى الضم في آخر المصحف الشريف. وضح؟ إذن سلاسل فيها وجه زائد. لاحظتم أننا قلنا قوارير الأولى، طب قلنا قوارير الأولى حتى نخرج مين؟ قوارير الثانية اللي هي قوارير من فضة. هذه قوارير من فضة ألفها ساقطة وسطا ووقفا، لذلك فوقها شو في؟ السكون المدور. يعني الآن لو فتحت المصحف الشريف على كانت قوارير، قوارير من فضة، بتلاقي قوارير الأولى شو عليها؟ الصفر المستطيل، بينما الثانية شو عليها؟ الصفر المستدير. وضح يا أخواني؟ نعم، تفضلوا. هي سبع ألفات في سبع كلمات على رواية حفص عن عاصم، تثبت وقفا وتحذف وصلا، وهي أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، الظنون، السبيل، ثلاثتها وين؟ في الأحزاب. سلاسل في سورة الإنسان، قلنا في تحت، ويصح فيها أيضا حذف ألفها فيوقف عليها سلاسل. وحيث إنه لا يمكن ضبط حرف بضبطين في آن واحد، فقد وضع علماء الضبط على ألفها السكون المدور علامة على حذف ألفها وصلا ووقفا، وأشاروا إلى وجه إثبات ألفها وين؟ في التنبيهات آخر المصحف. أما السابعة والأخيرة فهي قوارير الأولى في سورة في الآية 15، أما قوارير في الآية 16 من السورة نفسها فألفها محذوفة وصلا ووقفا. شوف قوارير الأولى فوقها شوفي الصفر المستطيل، شوف قوارير الثانية شوفي فوقها الصفر المستدير. هذه الألفات السبعة واضحة؟ للدلالة على حذف الألف وصلا وثبوتها وقفا، فقد وضع علماء الضبط فوقها دائرة مستطيلة مفرغة الوسط هكذا، نحو أنا، لكن، الظنون،